السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بشرح الدرس الثاني من الوحدة الثانية بعنوان Percent and Fraction. هدفنا في هذا الدرس أن نحول Convert Fraction to Percent من الفراكشن إلى Percent، ونحول من Percent إلى Fraction. There are red and white flowers growing in a garden. 3/4 of the flowers are white. How can you determine what percent of the flowers are white? You can convert the fraction to a percent. الحين علشان نحول الفراكشن إلى percent، شرط أساسي يكون الدينومينيتر 100، لأن هذا ال 100 بيتحول إلى رمز النسبة المئوية. فمثلا ال 1/4، ال 4 أضربها في كم علشان تعطيني 100؟ أضربها في 25، فبضربها فوق وتحت في 25 فتصير 25/100. over 100 هذا الخط ويا ال 100 بيتحول إلى هاي النسبة، إذن هي 25%. percent. Today you will learn how to convert. اليوم احنا بنتعلم كيف نحول. فمثلا 1/2، ال 2 بإمكاني أحولها إلى ال 100 بإني أضرب في ال 50 فوق وتحت، فبيعطينا 50%، اللي هي 50/100، عطانا 50%، فصار عندي 50%. How to convert fractions to percents and percents to fractions. وأيضا بنحول من البرسنت إلى الفراكشن، طبعا هذه بتنكتب 60/100، ونختصر البسط والمقام اللي هو النوميريتر والدينوميناتر، فبيعطينا 3/5، وهذا كله بناخذه بالتفصيل في التمارين القادمة. Goal for today is to be able to convert fractions to percents and percents to fractions. طبعا هني احنا بنقرأ السؤال وبنفهم شو المطلوب منا بالضبط. يقولنا مايد won 68% of the games. مايد won يريد الشكل الـ percent نكتبه في صورة fraction of this game، يعني كم هو ربح في هذه اللعبة. فأول شيء احنا لازم نعرف أن الـ percent تنكتب في صورة fraction، فبنكتب أول شيء رمز الـ percent اللي هي الـ 68%. percent أقدر أكتبها في هذه الصورة. نشوف هني تنكتب في صورة fraction 68، نحطها فوق 68، وتحت بنحط ال 100. طبعا هذا الرمز معناته percent، معناته denominator لازم يكون 100. الحين احنا لازم نختصر، نقدر الرقمين هني نقسم على 2، ممكن نقسم على أي عدد آخر على حسب الأرقام اللي عندي. فأسهل للطالبات أنها تقسم divide by 2، إحنا لازم نسوي لها simplify، ما نخلي الفراكشن بهاي الصورة. فلو سويت لها simplify فشو بيعطينا؟ divide by 2 up and down، فبيعطيني النتيجة 34/50. لو نلاحظ أن بإمكاني أيضا أختصر، الفور والإيت كلهم even number، وبإمكاني أقسم على التو أيضا. ممكن من البداية تقسمين على الفور مباشرة، لكن أنت حرة بطريقتك. ممكن أقسم على التو مرة أخرى، تو أيضا هني divide by 2، فبيعطيني الفراكشن الجديد، فبيكون 17/25. هني الرقمين ما في بينهم أي عامل مشترك، ما في بينهم common factors، فهذا هو in the simplest form. هذا هو حولنا من الـ percent إلى شو؟ إلى الفراكشن.
نطالع هذا التمرين. يقول now write the percent shown in the green part في الجزء الأخضر to a fraction in a simplest form. اكتبيها في صورة fraction in the simplest form. أول شيء بنكتب الفراكشن البرسنت كاملة اللي هي 20% تساوي، بنكتبها في صورة فراكشن. 20% هي عبارة عن 20/100. أوكي، بإمكاني هني أختصر بإني أشطب الزيرو مع زيرو، فبيصير عندي الفراكشن بهذه الصورة. بعد ما شطبت بيكون عندنا 2/10. أيضا ممكن أختصر we can divide by 2 up and down، وممكن من البداية divide by 20 وكله صحيح ما بغلط. if we divide by 2 فبيعطينا النتيجة. one over 5. هذا الفراكشن في أبسط صورة. ممكن تختصرون من البداية divide by 20 up and down على طول تطلع لنا نتيجة 1/5، وممكن تسوون هاي الطريقة، أنتوا حرين. فالإجابة الصحيحة this percent in the simplest form is 1/5. بعد هذا بإمكان الطالبة تحل البارت الأول لأنه جدا سهل ما في أي صعوبة. هذا هو البارت اللي ممكن تحله اللي هو number 31 in ألف. بإمكان الطالبة تحله جدا سهل وبسيط، تحول من البرسنت إلى فراكشن. نطالع هذا التمرين. يقولنا write the fraction 4/10 as a percent. إحنا لازم الطالبة تعرف أن ممكن تحول الأرقام إلى 100 بشو إمكانية تحويلها، فلازم تكون عارف الفاكتورز of 100. الفاكتورز of 100 ممكن يكون 10 نضربها في 10، إذا كان 2 نضربها في 50، إذا كانت 4 نضربها في 25، وإذا كانت 5 نضربها في 20. وإذا ما كان من ضمن هالأرقام لازم تسوي لها simplify، نبسطها يعني. فنطالع الرقم اللي عندنا. write the fraction as a percent use the model if needed، إذا احتجتي. طبعا بما أن الفراكشن موجود فما بنحتاج ال الرقم هاي الرسمة. فالفور أوفر تن، أنا علشان أحولها إلى برسنت لازم يكون الدينومينيتر 100. كيف التن بتصير 100؟ كيف التن بتصير 100؟ معناته أنا هني بضرب في شو؟ في التن. إذا ضربت تحت في التن أيضا تضربين فوق في التن. multiply by 10، 4 multiply by 10 يعطيني 40. أوكي، الحين لو أريد أكتبها في صورة percent فكيف بتنكتب 40 ورمز البرسنت اللي في النومريتر اكتبه ورمز البرسنت هذا الخط والهندرد ينكتبون بهاي الصورة. إذا عرفنا أن هذه 40%. بنشوف مثال آخر. ممكن يجيب لنا رسمة مثل هذه، يقولنا what percent of the grid is shaded. أول شيء كم عدد الأجزاء كلهن 1, 2, 3, 4 parts، كم اللي تظللن 3 parts. إذن the shaded part is 3 out of 4. إذن 3/4. Okay. Now I know the fraction. They want it in percent. فأفكر 4 multiplied by what?
give us 100. We must have the denominator must be 100. كيف تكون الأربعة أو الفور كيف تتحول إلى 100؟ نطالع كيف الفور تصير 100. معناته we multiply it by 25. We will multiply it by 25. Up also we will multiply by 25. 3 multiply by 25 شو يعطينا؟ 75. الحين لو أريد أكتبها في صورة percent فبتكون 75 رمز البرسنت. عندنا طريقة أخرى أن نحول من الفراكشن إلى البرسنت. الطريقة الأخرى بأني أنا أقسم النوميريتر divided by the numerator the denominator. يعني 3 بتكون 3 divide by 4 فشو بيعطيني؟ بيعطينا 0.75. بعد ما أني قسمت 0.75 شو بنسوي بها؟ بنضربها في 100 وعلامة البرسنت. ليش نضربها؟ علشان نحولها إلى برسنت. فهذا البوينت تتحرك ناحية اليمين فبكتب الرقم هني عشان تعرفون إحنا شو صار عندنا. 0.75. إذا إحنا ضربنا في 100 فشو بيصير في البوينت؟ البوينت هني بتتحرك 2 steps وبتكون هني توقف، وهذه بتروح من هني، وعلامة البرسنت تطلع معانا برا. فبيكون الرقم الجديد اللي هو 75%. إذن عندنا طريقتين، طريقة بأن نحول الفراكشن الدينومينيتر إلى 100 وبعدين نكتبها عادي، والطريقة الثانية أن نقسم النوميريتر بالدينومينيتر divided then multiplied by 100% to have the percent form for this fraction. Okay, هذه هي الطريقة الثانية. ممكن يسألكم عنها لكن احنا ما بنستخدمها وايد، فبنستخدم هذه. متى تستخدم هذه؟ إذا الفور اللي تحت أو النمبر اللي تحت ما نقدر نحوله إلى 100، في هالحالة فقط احنا بنستخدمها. نطالع الفراكشن، يقولنا the fraction 4 over 8 write it as a percent. المفروض أن نكتب رايت. أوكي، فأول شيء بنكتب الفراكشن اللي عندي اللي هو 4 over 8. أوكي، 8 أنا ما أقدر أحولها مباشرة إلى 100، فالهندرد بحطها هني 8 ما أقدر أحولها مباشرة إلى 100، هني ما أقدر أحول. فشو بسوي؟ we must simplify. If we simplify, we can here divide by 4 up and down. If you divide by 4, four divide by 4 يعطينا 1، و 8 divide by 4 يعطينا 2. الحين كيف 2 تصير 100؟ بناء عليه نكمل اللي فوق. 2 multiply by 50
up and down. ليش ضربنا في ال 50؟ لأن 2 multiply by 50 يعطينا 100، ف 1 multiply by 50 يعطينا 50. 50 over 100 it will be 50%. إذا الفراكشن إذا كان مو في طريقة أو مش مباشر، يعني ما نقدر نحوله مباشرة إلى الهندرد، أول شيء طالعي إذا في مجال تختصرين وتبسطينه. إذا تبسط بإمكانك مباشرة تحولينه. نطالع التمرين. Choose all answers that apply to convert 7 over 20 to a percent. Okay. احنا عندنا 7 over 20. ال 20 بسهولة اقدر احولها الى ال 100. فلو حولتها الى ال 100 اضربها في كم؟ اضربها في كم؟ تنضرب في كم عشان تعطينا 100؟ نضربها في ال 5 multiplied by 5 up and down if you multiply by 5. فشو الرقم اللي بيطلع لي؟ 35 over 100. اقدر اكتبها في صورة percent اللي هي 35%. اوكي هذه الطريقة. انزين الطريقة الثانية اللي توني تكلمت عنها ان نقسم اللي فوق على اللي تحت وبعدين نضرب في الامية بان نحول البوينت two parts or two steps. اوكي اي اجابات صحيحه يقولنا select two choices. نشوف هني divide 7 by 20 to get 0.35 then we move the decimal point of the quotient two places to the right. اوكي هاي صحيحه لان الاجابه هني هي نفس الاجابه اللي طلعناها ايضا. اوكي النتيجه 70 لا غير صحيحه وهني 70 غير صحيحه وهني multiply the numerator and denominator by 5 to change. هاي الخطوة اللي احنا سويناها. اذا هذه هي الاجابة الصحيحة الثانية. قال نختار اختيارين. اذا الطريقتين يا اما احنا نقسم 7 على 20 وبعدين نحرك البوينت خطوتين لليمين، يا اما ان نضرب اللي تحت واللي فوق في 5 وبيطلع لي 35 over 100 35%. وبهذا بإمكان الطالبة تحل البارت الثاني من الدرس اللي هو نمبر 32 إن ألف، وسهل جدا ما في أي صعوبة. الحين انتقلنا للبارت الثالث. البارت الثالث هو نفس اللي خذناه في البارت الأول والثاني. يقولنا the table shows the percent of each section on Moses science exam. What fraction of the exam was section C. Section C written as a fraction. Okay. هو المطلوب مني Section C. هذا هو Section C. حددنا اللي هي 16%. إذا المفروض أني أنا أكتب هني 16% وعلامة البرسنت وتساوي. هذه نكتبها في صورة fraction 16 over 100. Okay. لازم نكتبها in a simplest form. فنطالع ال 16 وال 100. ال 100 من الفاكتورز له اللي هو ال 2 ال 4 ال 5 وال 20 وال 25 وال 50. اوكي شو الفاكتورز لل 16؟ ال 2 وال 4. اذا we can divide by 4. يلا الحين نشوف. We can here divide by 4 لأن الفور هو عامل مشترك لهم اللي هو common factor. Okay. You can divide by 2 but you will add one step more. Okay. يعني بتضيفين خطوات زيادة. لكن إذا أنت قسمتي على الفور مباشرة تطلع النتيجة. Okay. فلو قسمنا فشو تعطينا؟ 16 divided by 4 يعطينا 4. و 100 divided by 4 يعطينا 25. هذا هو الفراكشن وما في أي any common factor. There is no common factors between these two numbers. ف
this fraction is in the simplest form, في أبسط صورة. بنشوف مثال آخر. يقولنا هدى ate 6 cupcakes out of 12. يعني هي اختلت 6 من 12 حبة. What percent of the cupcake did she eat? ما هي النسبة المئوية أو البرسنت للكبكيك اللي هي كلته؟ أول شيء لازم نكتب الفراكشن اللي يعبر عن الكبكيك اللي هي كلته. She eats 6 out of, نحط خطين تحت هالكلمة, معناته أن هذا النوميريتر and this one will be the denominator. فبيكون عندي 6 over 12. They want it in a percent, but you must check. Can you convert 12 to be 100? In this case, no, we cannot. شو نسوي؟ We will simplify this fraction. فبنبسط هذا الفراكشن علشان أقدر أحوله إلى الدونيومونيتر إلى 100. فنطالع. نشوف هني 6 و12 عندي there is common factor between these two. We can divide by if we divide by 3 it will be 2 over 4, and we can convert it. We can also divide by 6, it's the same, بنفس الطريقة عادي. Divide by 6 up and down, 6 divided by 6 يعطينا 1, 12 divided by 6 يعطينا 2. الحين 2 بإمكاني أحولها إلى 100 or 100. كيف نحولها إلى 100؟ Multiply it by 50. If you multiply by 50 down, you must also multiply by 50 up, ويعطينا 50 over 100. We can write it as percent. كم بتطلع؟ 50%. هذه هي في صورة percent. لو تلاحظون انه وايد سهل وبسيط. نطالع هذا التمرين الأخير. The shaded region represented as a fraction in a simplest form. Okay. يعني الشيدد هذا نقدر نكتبه في صورة fraction in a simplest form. عندي طريقتين أكتب في الفراكشن. يا أما أني أخذهم عمود عمود فبيكون 3 out of 4 part, or ممكن أخذهم مستطيل مستطيل اللي هو 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 out of 8. عندي طريقتين. الحين ممكن هذا نكتبه بهاي الطريقة. ممكن أكتبه 1, 2, 3, 4, 5, 6 part shaded out of what? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 out of 8. We can simplify it. We can divide it by 2 up and down. If you divide by 2, if you divide by 2, you will have 3 over 4. This is the simplest form of this fraction. Okay. هاي الطريقة الأولى. or ممكن أنا أخذ مستطيل مستطيل. هذا هو البارت الأول, هذا هو البارت الثاني, هذا هو البارت الثالث, وهذا هو البارت الرابع. إذن هذا 1, 2, 3, 3 out of 4. أوكي, يعني ممكن أنا أخذهم بهاي الطريقة. This is part 1 and this is part 2, this is part 3 and this is part 4.
فبيكون عندي how many part shaded part 1 2 3 out of 4. This is another way. كلهم نفس الشيء. 3 shaded part out of 4 shaded part. نفس النتيجة. إذا هني أقدر أكتب الإجابة اللي هي 3 over 4. أوكي. يقولنا it could be represented as a percent. أوكي. لو أريد أحول هذا إلى البرسنت بضربه في كم؟ علشان أحوله إلى البرسنت لازم يكون عندي هني في الفراكشن في الدينومينيتر تحت 100. كيف أحول الفور إلى 100؟ multiply by 25. If you multiply by 25 down, also you must multiply by 25 up. نضرب فوق أيضا. 3 multiply by 25, 25, 25 and 25 will give us 75 out of 100 طبعا فبيعطينا 75%. إذن في صورة البرسنت نكتب 75%. ونكون بهذا خلصنا فكرة الدرس، وأتمنى تكونوا استفدتوا ودمتم بود. بإمكان الطالبة تحل البارت الأخير من هذا الدرس.